السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. الفصائل ستتخذ قرارا خطيرا للغاية. قصف تركي وانتشار عسكري في دهوك. إيران تنقل سفيرها من لبنان إلى طهران للعلاج. أسعار الدولار والذهب في الأسواق المحلية ببغداد. المجاملة تتلاعب برواتب موظفي كردستان وبغداد، مطالبة بقرار سياسي ملزم لأربيل. معزيا بضحايا لبنان في السكيان، يطالب المنظمات الدولية الوفاء بمسؤولياتها. التربية النيابية تطالب بإجراء امتحانات الدور الثالث. المالية تطمئن المواطنين ملتزمون بإطلاق الرواتب في مواعيدها المحددة. محال ومطاعم تشكو دوريات مرور تمنع اصطفاف السيارات للتسوق والسماح لآخرين في العامرية. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي اليوم الخميس 19 أيلول 2024 إن الحرب تلوح بالأفق القريب بين إسرائيل وحزب الله بعد التطورات الأخيرة، فيما يبدو أن العراق سيتورط بهذه الحرب. وقال العرداوي في حديث إن اندلاع الحرب التي تلوح في الأفق القريب بين إسرائيل وحزب الله سيعني حتما تورط فصائل المقاومة في العراق فيها بشكل من الأشكال، وسيكون قرارها هذا خطيرا عليها للغاية. وبين أن واشنطن لن تترك في مطلق الأحوال تل أبيب لوحدها، يشاركها في معظم القوى الغربية وهي تملك سيادة مطلق على الأجواء في الشرق الأوسط، وستتحرك بسرعة لتحييد أي قوة عراقية تتحرك لمساعدة حزب الله، بل إنها سوف تستهدف جميع القيادات العراقية الراديكالية المتحمسة لحزب الله. كشف مصدر أمني اليوم الخميس 19 أيلول 2024 عن قصف تركي جديد بالمدفعية طال مناطق واسعة واقع على قرى جبل متين في محافظة دهوك. وقال المصدر إن القصف استهدف مناطق باطوفة وسرسين ومناطق أخرى واقعة في جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك. وأضاف إن الليلة الماضية شهدت اشتباكات واسعة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال، ما أدى لقيام الجيش التركي بنصب سيطرات على طريق العمادية وتعقب عناصر حزب الله وفرض حظر التجوال في عدد من القرى. يذكر أن السياسي الكردي حسين كركوكي أكد يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 أن مخيم مخمور موجود بعلم الأمم المتحدة ووزارة الهجرة العراقية ولا علاقة له بحزب العمال الكردستاني. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس 19 أيلول 2024 بنقل السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني إلى طهران بعد إصابته أثر انفجار أجهزة الاستدعاء في لبنان. وأفادت تقارير إعلامية إيرانية أنه تم نقل سفير إيران في لبنان مجتبى أماني الذي أصيب في منطقة العين خلال انفجار أجهزة الاستدعاء الخاصة بعناصر حزب الله إلى طهران لاستكمال عملية العلاج. وقالت زوجته أمس في حديث وسائل إعلام إنه تعرض لإصابة سطحية جدا وسيستأنف عمله قريبا، لكن مع انتقال مجتبى أماني إلى طهران تزايدت التكهنات حول إصابة عينه الخطيرة. تنشر بغداد اليوم قائمة بأسعار الدولار والذهب في البورصات والأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 19 أيلول 2024. إن سعر صرف الدولار في البورصتين الرئيسيتين ببغداد سجل 149,700 دينار لكل 100 دولار، بينما سعر الصرف في صرافات بغداد سجل 150,750 دينار للبيع، بينما كان سعر الشراء 148,750 دينارا. وأضاف إن أسعار الذهب كانت كالتالي: مثقال عيار 21 ب 555,000 دينار، مثقال عيار 18 ب 475,000 دينار، مثقال عيار 22 ب 580,000 دينار، مثقال عيار 24 ب 635,000 دينار، الليرة عيار 21 ب 555,000 دينار. أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد اليوم الخميس 19 أيلول 2024 إن قضية رواتب الموظفين في الأقليم تحتاج إلى قرار سياسي من قبل بغداد. وقال الحاج رشيد في حديث إن قضية الرواتب تحتاج لقرار سياسي يلزم حكومة الأقليم بالخضوع للإجراءات القضائية
التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية، وأضاف أن هناك مجاملة سياسية للأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان بسبب قرب الانتخابات في 2025، مشددا على أن الجميع يريد جمع أكبر عدد من التحالفات السياسية، وهذا السبب وراء أزمة الروادم التي لا حل لها إلا بقرار سياسي. وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يوم السبت 14 أيلول 2024 إن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي. أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس 19 أيلول 2024 ما وصفه بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في لبنان، مطالبا المنظمات الدولية الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد. وأكد بزشكيان في منشور على صفحته في منصة إكس تابعته بغداد اليوم إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذه الجريمة النكراء التي استهدفت اللبنانيين، وتؤكد دعمها للبنان حكومة وشعبا، وعرب عن تعازيه لشعب وحكومة لبنان، وقال: أقدم حر التعازي والمواساة لشعب لبنان العزيز على استشهاد وجرح الآلاف من المواطنين اللبنانيين جراء الإرهاب الجماعي الغاضب الذي يمارسه الكيان الإرهابي بتفجير أجهزة الاتصالات ودون التمييز بين المدنيين وغيرهم. إن الله لا يقهر وينتقم، مؤكدا إن المجرم سينال عقابه العادل، وطالب المنظمات الدولية بالوفاء بمسؤولياتها. طالبت لجنة التربية النيابية اليوم الخميس 19 أيلول 2024 بإجراء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط والسادس الإعدادي بكافة فروعه. وذكرت اللجنة في بيان إنها خاطبت وزارة التربية بكتاب رسمي أوصت فيه بضرورة إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة من مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بكافة فروعه بأداء امتحان الدور الثالث العام الدراسي 23-24، وأضافت أن هذا القرار يأتي مراعاة للظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعمهم وأعطائهم فرصة إضافية لتحقيق النجاح. قالت وزارة المالية اليوم الخميس 19 أيلول 2024 إنها ملتزمة بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقالت الوزارة في بيان إنها تود أن توضح للرأي العام إن ما يتم تداوله مؤخرا من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة هو عار تماما عن الصحة، وليس للوزيرة أي تصريح بهذا الشأن. وأضافت أن منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزيا شهريا والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناء على طلبها لكونها تعتبر إيرادا لشركات التابعة للوزارة وموردا لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها. شكى مواطنون وأصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غرب العاصمة بغداد يوم الأربعاء 18 أيلول 2024 من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها. وناشد أصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر بغداد اليوم من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الأموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاء لثلاث السائدات أمامها. وأضاف المواطنون رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم ب50,000 دينار دون إبلاغ أصحابها في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود. ويقول أحد المواطنين إن المطاعم التي تدفع رشال المرور يسمح لهم، والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع أرزاقهم.